يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة، تفاصيل كثيرة وكواليس أكتر بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة، بخلاف التطرق لبعض الأخبار المحلية وأيضا العالمية، وبالتحديد ما حدث اليوم في الدوري الإنجليزي من نتيجة تاريخية من خلال فوز مانشستر سيتي واكتساحهم لليونايتد بنتيجة 6-3 في المباراة اللي انتهت من دقائق قليلة. قبل ما اتكلم عن تفاصيل هذه المباراة، لان مهم جدا جدا ان احنا نتكلم عنها وفي جوانب مهمة بتخصها، خليه بس انتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة. والسؤال بالتحديد بيخص نجمنا الكبير وافضل حارس في افريقيا، ومش افضل حارس بس، ده افضل لاعب داخل قارة افريقيا، هو محمد الشناوي قائد الفريق الاول. ايه رسالتك اللي انت حابب توجهها له؟ هناخد الرسالة بتاعتك في الجزء الاخير من الحلقة بعد تواصل حضرتك معانا على الصفحات الرسمية المختلفة لقناة النادي الاهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. خلينا نبتدي باهم العناوين ونرجع نتكلم في ترند الاهلي. الاهلي يحدد 15 اكتوبر موعدا لمباراه الاياب امام الاتحاد المنستيري. وفي الترند المحلي، رابطه الانديه تحدد 7 او 8 اكتوبر موعدا لقرعه الدوري. اما في الترند العالمي، السيتي يحسم ديربي مانشستر. مش معقول هالاند بصراحه، يعني حاجة مش طبيعية. لعيب طالما موجود في الملعب فمفيش مبدأ تكافؤ فرص في كل الأحوال. يعني الراجل ثالث هاتريك ليه النهاردة في الموسم بعد 8 ماتشات بس في بطولة الدوري الأعظم في التاريخ، الدوري الإنجليزي الأقوى بكل تأكيد. ثالث هاتريك ليه، وصل للهدف رقم 14 وقدام مانشستر يونايتد في أول ديربي ليه، بيقدر إن هو يجيب ثلاثية ويصنع هدفين عشان يبقى هالاند بصراحة هو الفائز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي كهداف للدوري من بدري بدري، لأن الفرق ما بينه وما بين أقرب منافسيه عدد وافر من الأهداف، يعني مش هكون ببالغ لو بقول الضعف يعني. فالراجل بصراحة الراجل بصراحة يعني مش همه حد، دايس شغال يكسب على طول، يحرز أهداف مهمة، ويا بخت اللي مكابتنه طبعا في الفانتازي. وفي الحقيقة الجولة دي بالذات أنا استغربت إن في ناس كتير ما كابتنتش هالاند. يا جماعه الراجل ده موجود، طالما موجود في الملعب وفي اللعبه دي لازم تكابتنه وانت مهمض، ما فيهاش هزار يعني. فهو لحد دلوقتي 40 نقطه غير البونس كمان هياخد 3، فاللي مكابتنه هيبقى 6 نقط كمان، فحاجه جامده جدا. انا الحمد لله محظوظ ان انا كابتنت هالاند النهارده. لكن ايه اللعيب الاسطوري ده؟ على فكره هالاند ده 22 سنه بس يا جماعه، احنا عدينا ال 22 سنه هنا، اللعيب ال 22 سنه نقول يا رب ربنا يكرمه، ده ناشئ براحه عليه يا جماعه، ده ما فيش، ده بدري بدري. الراجل شغال ارقام قياسيه، هيعدي طبعا رقم القياسي بتاع صلاح ب 32 هدف في موسم واحد للدوري الانجليزي، طبعا هيعدي ده. لو مشي بالمعدل ده ممكن يوصل ل 50 هدف مستريح، ما اعتقدش طبعا ان ده هيحصل، لكن لا ما يعني ما فيش كده يا راجل، انت بالراحه بالراحه شويه. طبعا مباراه تاريخيه ابتدت بهدف لفودن اللي ايضا احرز ثلاثيه النهارده، هدف اولاني في الدقيقه الثامنه، بعد كده هالاند. بالمناسبه الهدف كان طبعا من اسيست من برناردو سيلفا، اللاعب البرتغالي المميز جدا في وسط ملعب مانشستر سيتي، وبعد كده هالاند جاب هدفين من اسيست لكيفن دي بروين، وبعد كده فودن جاب هدف، وبعد كده هالاند جاب هدف اخر، وبعد كده فودن جاب السته. بس قبل طبعا ما يوصلوا الرقم سته كان انتوني جاب هدف جميل من اجمل اهداف المباراه النهارده، عشان يبقى النتيجة 4-1، وبعد كده تبقى 6-1، والكل توقع ان النتيجة والمباراة هتخلص بهذه او بهذا الرقم المميز. لكن نزل مارسيال المهاجم الفرنسي بعد فترة غياب كبيرة بسبب الإصابة، رجع وجاب هدفين عشان يبقى النتيجة 6-3 وتنتهي هذه المباراة بهذا الفوز التاريخي في ديربي مانشستر لصالح مانشستر سيتي على حساب مانشستر يونايتد، عشان يواصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي. واعتقد مانشستر سيتي بالفرقه دي وبالراجل ده هالاند ده، لو ما خدوش الشامبيونز ليج السنه دي يبقى عمرهم ما هياخدوه بصراحه يعني. لكن نتيجه 6-3 بصراحه بتفكرني بحاجه مهمه. انا بتساءل سؤال بريء جدا، هل الاعلام الانجليزي بعد هذه المباراه هيخرج ينتقد جوارديولا عشان دخل فيه 3 اهداف ومش هيبصوا خالص للسته؟ زي مثلا ما حصل مع موسيماني، الراجل يعني كسب الزمالك 5-3 اتقطع قال لك يا راجل انت كسبت 5 بس ازاي يجي فيك 3 اهداف؟
هل ده هيحصل مع جوارديولا المدرب طبعا العالمي جدا والراجل اللي بيكسب على طول والراجل اللي عامل يعني منظومه داخل الملعب صعب قوي قوي انك تكسبها؟ ما اعتقدش ان ده هيحصل، لكن هنا في مصر لا حصل. نفس المثال بالظبط، موسيماني الراجل كسب الزمالك 5-3 السنه اللي فاتت في الدور الاول ونتيجه كبيره وخمس اهداف في نادي كبير ومحترم زي نادي الزمالك وقدرات مميزه، الناس سابت الخمسه وبصت على الثلاثه. هل هيتم الاشاده بإيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد اللي قعد كاسيميرو بره لغايه دلوقتي ما بيلعبش بيه كاساسي وبيلعب بماكتوميناي اللي هو طبعا لعيب مميز وكل حاجه، بس عندك كاسيميرو الراجل القاتل في نص الملعب ما قعده على الدكه في ماتش كمان تقيل زي ده ما لعبش ولا ماتش اساسي؟ هل الناس هتشيد بإيريك تين هاج عشان جاب ثلاث اهداف في مانشستر سيتي ومش هيبصوا للسته اللي استقبلهم في مرماه في مرمى دخية؟ الله اعلم، ما اعتقدش. عمر ما هتلاقي نفس مستوى الانتقاد بنفس العقليه وبنفس الاسلوب عند بعض المحللين في انجلترا زي هنا خالص، بل بالعكس الناس هتطلع تمجد في جوارديولا وتمجد في النتيجه الكبيره نتيجه الست، وبغض النظر على الثلاث اهداف انت خلاص كسبت. اه طبعا يبقى افضل لو ما يجيش فيك اهداف، لكن في نفس الوقت انت قدرت ازاي تحرز اهداف كبيره يعني. ففي وجه مقارنه بصراحه حقيقي جدا ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد النهارده نتيجه 6-3 وما بين مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول في الموسم اللي فات بنتيجه 5-3 للنادي الاهلي. الناس قالت لك ده فرق هدفين، هناك هيقول لك فرق ثلاثه مستحيل مستحيل، هيمسكوا إيريك تين هاج ده يقطعوه بالذات عشان موضوع كاسيميرو اللي ما بيلعبش، رونالدو كمان النهارده ما شاركش. يعني امور كثيره جدا جدا هنتابع ونشوف الفرق ما بين الانتقاد هناك والانتقاد هنا والظلم اللي حصل هنا اللي اكيد مش هيحصل هناك في انجلترا بالتحديد. فيعني نتيجه تاريخيه ومباراه كانت كبيره وممتعه كالعاده وكعاده مباريات الدوري الانجليزي بشكل عام. بالتالي خليني اقول لحضراتكم مباريات اليوم وابرزها في مختلف الدوريات، وطبعا نبتدي بالدوري الانجليزي. واتكلمنا على مباراه مانشستر سيتي اللي ابتدت الساعة 3 العصر وانتهت منذ دقائق قليلة جدا قدام مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3 لصالح السيتي. الساعة 5:30 مباراة أخرى وليست الأخيرة في هذه الجولة ما بين ليدز يونايتد وأستون فيلا، مباراة أيضا مهمة للفرقتين. بكرة لسه في مباراة لليستر سيتي، مباراة أيضا مهمة في الدوري الإنجليزي هتكون الساعة 9 بالليل. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الإسباني فإسبانيول لعب النهارده مع فالنسيا انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. سيلتا فيجو بيلعب في هذه اللحظات مع ريال بيتيس الساعه او ابتدى الماتش اعتقد الساعه 4 وتقدم سيلتا فيجو بنتيجه 1-0. جيرونا مع ريال سوسيداد 6:30 و9 هتكون مباراه ريال مدريد مع اوساسونا ايضا مباراه مهمه. وامبارح شفنا برشلونه اللي قدروا ان هم يفوزوا وشفت هدف ليفاندوسكي هدف رائع اللي ماشي بشكل ممتاز والهدف التاسع ليه على ما اعتقد في الدوري الاسباني. الهدافين قيمتهم فيهم بصراحه يعني سواء هالاند او ليفاندوسكي. ما ينفعش نجيب هالاند ده الاهلي يا جماعه، صعب جدا. او حد زي هالاند نسخه منه، ما اعتقدش ان في نسخه من الراجل ده بالذات يعني. طيب مباراه الدوري الايطالي لاتسيو مع سبيزيا، مباراه انتهت بفوز لاتسيو بنتيجه 4-0. سامدوريا مع مونزا، مونزا قدر ان هو يفوز بنتيجه 2-0. ليتشي مع كريمونيزي 3-0، تمام 3-0 مونزا على سامدوريا، وليتشي مع كريمونيزي التعادل 1-1. ساسولو فاز على سالرينيتانا بنتيجه 5-0. اتلانتا مع فيرنتينا الساعه 6 المباراه هتبتدي، واليوفي مع بولونيا الساعه 9 الربع. دي اهم وابرز المباريات في الدوري الانجليزي ومختلف الدوريات الاوروبيه، فبالتالي هنتابع كل هذه المباريات لان بصراحه مباريات مثيره بالتحديد في اوروبا. لكن في نفس الوقت والله العظيم بجد يعني الواحد منتظر جدا اول مباراه للنادي الاهلي زي النهارده ان شاء الله. كمان اسبوع هتكون اول مباراه للنادي الاهلي الساعه 4 قدام فريق اتحاد المنيستيري يوم 9 اكتوبر في ذهاب دور 32. كل جمهور الاهلي مشتاق للغايه لمشاهده الفريق باذن الله، خصوصا بعد ما شفناش الفريق في المباريات الوديه طبقا لرغبه كولر. فالناس كلها مستنيه اليوم ده، بيوحشنا النادي الاهلي حتى لو ماتشات كتيره زي دي بنستمتع بيها وبنبقى منتظرينها، لكن اهم بالنسبه لنا طبعا مباراه النادي الاهلي واول مباراه في الموسم منتظرينها ان شاء الله مع جهاز فني جديد كولر وجهازه المعاون في مباراه دور 32 وذهاب بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد في هذا الدور مع الاتحاد المنيستيري ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. طيب عندنا تفاصيل كتير واخبار مهمه بعد الفاصل، استنونا عشان في بعض الجزئيات اللي هنتطرق ليها، فاستنونا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. هتكلم عن جزئيتين مهمين جدا بيخصوا النادي الاهلي، وبالتحديد قبل المرحله الاخيره اللي هيستعد من خلالها الفريق لمواجهه الاتحاد المنستيري، والمرحله دي هتبتدي بكره باذن الله تعالى يوم الاثنين بمران للفريق الساعه 5 العصر، وتدريبات هتكون بشكل يومي لحد موعد السفر اللي هيكون يوم الخميس باذن الله اللي هو يوم 6 اكتوبر، عشان الفريق يستعد من خلال تدريبين هناك في تونس يوم الجمعه والسبت قبل المباراه اللي هتكون يوم الاحد. لكن النهارده كمان كان في اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وايضا الجهاز الفني للفريق، بالتحديد كولر المدير الفني السويسري ومساعده جامبريلي، في اجتماع كمان حضر فيه الكابتن محمود الخطيب، ويمكن الكابتن او عفوا كمان حضر الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا جدا على الاجتماع ده والاطلاع على كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق واحتياجات الفرقه خلال المرحله المقبله، خصوصا ان الكابتن محمود الخطيب احنا يمكن اتكلمنا في الجزئيه دي قبل كده مسافر خلال الايام المقبله في رحله علاجيه في فرنسا يطمن من خلالها على حالته الصحية، يا رب إن شاء الله يكون بخير، ولو في أي حاجة الله لا يقدر إن شاء الله يتم شفائه بشكل سريع. فالكابتن محمود الخطيب قبل سفره حرص جدا على الاجتماع ده، وإنه يعرف إيه النواقص أو الاحتياجات اللي ممكن يكون محتاجها الجهاز الفني وجهاز المعاون لكولر سواء على الصعيد الفني أو حتى على مختلف الأصعدة الإدارية. الصور قدام حضراتكم اهي، طبعا كولر جامبريلي كابتن سعيد عبد الحفيظ وأيضا المترجم موجود مع كولر. كمان الكابتن محمود الخطيب يعني اطمأن على فترة إعداد الفريق والتجهيز للموسم الجديد، وكان بيحاول بشكل أو بآخر توفير كل الاحتياجات الفنية والإدارية والطبية قبل خوض هذه المباراة الأولى في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 9 أكتوبر الجاري، والاطمئنان كمان والتطرق لآلية العمل خلال المرحلة الحالية، وأكيد أكد على دعمه ومساندته للجهاز الفني واللاعبين. إن شاء الله بإذن الله الأمور تسير بالشكل اللي بيتمناه كل جماهير النادي الأهلي. دايما البداية بتكون مهمة، الانطلاقة في أي بطولة وبالتحديد لما تكون انطلاقة موسم جديد إن شاء الله تكون مناسبة جدا للأهلي وتدي دفعة للجهاز الفني الجديد واللعيبة الموجودة إن بإذن الله واحد أحد يكملوا الموسم بالشكل المنتظر من جماهير النادي الأهلي. فده بخصوص الاستعدادات النهائية للفرقة اللي هتبتدي بكرة بإذن الله، وإن شاء الله الأمور تبقى جيدة للغاية، وهنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة كل جديد وكواليس تتعلق بالفريق. عندي جزئية أخرى قبل ما أروح لفاصل، وهي بخصوص محمد الشناوي ودور جماهير النادي الأهلي. الشناوي يمكن في تصريحات للكابتن أحمد ناجي مع الكابتن أحمد شوبير الإعلامي الكبير، واللي قال من خلالها الكابتن أحمد ناجي بعد تواصله مع محمد الشناوي إن الشناوي يعني يمكن زعلان شوية إن ما تمش الاحتفاء به بعد الفوز بأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، وبصراحة هي جايزة مش سهلة برضو، يعني دي حقيقة جايزة مش سهلة. هنا في مصر ما احتفلناش بالشناوي، ما ادناهوش حقه بشكل كبير جدا، فمجرد معرفة جماهير النادي الأهلي بي يعني إن الشناوي واخد على على خاطره، فبالتالي راح قال لك ايه، لا احنا ندعم الشناوي بشكل قوي جدا. عملوا هاشتاج، اكتر من هاشتاج بصراحه، كلهم تصدروا تويتر امبارح في مصر ودعموا الشناوي ودوا له حقه بشكل كبير جدا، وهو يستحق في الحقيقه لانه قائد كبير ولاعب مميز ولاعب او حارس كمان. كون انك تبقى حارس وتاخد افضل لاعب داخل القاره فدي حاجه مش سهله خالص. عندنا قبل كده خدها ابو تريكه، خدها الكابتن محمد بركات كمان، هو كابتن ابو تريكه، وخدها كمان مين تاني، خدها الكابتن محمود الخطيب، بس خدها على صعيد القاره ككل سواء داخل او خارج مصر زي الجايزتين اللي خدهم محمد صلاح برده قبل كده. فمن النادر ان انت تلاقي لعيب مصري ياخد افضل لاعب داخل افريقيا، فكل التوفيق للشناوي، عندنا ثقه كبيره جدا فيه، جمهور الاهلي بيحبه، دايما دور جمهور الاهلي بيبان في المواقف اللي زي دي. ممكن يكون لعيب واخد على خاطره شويه، لكن انت اللي بتدعمه وانت اللي بتدي له حقه وجزء من حقه في الحقيقه، حتى لو الشناوي فتره من الفترات ما كانش موفق، لكن الشناوي ساهم في امور كتيره جدا سواء على صعيد النادي الاهلي طبعا والبطولات القاريه والدوليه كمان والمحليه، أو حتى على صعيد منتخبنا الوطني ومساهمته في وصول المنتخب للمراحل الأخيرة من بطولة الأمم الأفريقية، وأيضا للحظات الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، متفوق في ضربات الجزاء قدام السنغال، لكن للأسف إحنا ما كناش موفقين في العناصر اللي سددت الضربات دي، وكانت النتيجة إن إحنا ما نوصلش لكأس العالم. ففي كل الأحوال كل الدعم للشناوي، منتظرين منه إن شاء الله بإذن الله بداية موسم قوي ودائم الدعم والمساندة من جماهير النادي الأهلي، وهو ده الفرق بين إنك تكون موجود داخل
نادي كبير قوي عنده جماهيريه عظيمه زي جمهور النادي الاهلي، وانك تكون في اي نادي اخر من غير جماهيريه الامور تبقى صعبه شويه. فدي ميزه من الميزات المهمه اللي مش هتبقى موجوده في اي حته يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل. استنى اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا نشوف ابرز الاخبار في ترند الاهلي والحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا ونعلق عليها بشكل دقيق، ونبتدي بحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلموا على ان الاهلي يحدد 15 اكتوبر موعد الماتش العوده امام الاتحاد الرياضي المنستيري، وده ان شاء الله باذن الله مؤكد. الاهلي هيلعب يوم 9 في مباراه الذهاب، مباراه الاياب هتكون يوم 15 اعتقد هيوافق يوم سبت، والمباراه هتكون بالتحديد الساعه 6 بتوقيت القاهرة. طيب نروح كمان لخبر آخر، وده من كورة بلس وحسابهم على فيسبوك، بيتكلم عن الأهلي يطلب حضور جماهيري كامل العدد أمام الاتحاد المنستيري. نتمنى في الحقيقة بقى، الأمور الحمد لله مستقرة تماما عندنا هنا في مصر، جهات أمنية على أعلى مستوى، كل حاجة ماشية بالشكل المناسب. نتمنى إن احنا نشوف المدرجات كمان ممتلئة عن آخرها، نتمنى كده جدا لأن ده بيفرق. أدينا بنشوف مثلا ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد النهاردة، الملعب لما بيبقى مليان يا جماعة بيدي متعة مختلفة للماتش. وأنت لو فتحت ساعة كاملة لي أو في مباراة الأهلي هتلاقي الجمهور مالي مدرجات، بالتحديد في الفترات الحالية، خصوصا لما يكون الجمهور بقى كتير ما يشوفش الفرقه وبتاع، الناس كلها متشوقه ان هي تروح الملاعب وان هي تشجع فرقها سواء بقى اهلي او مختلف الفرق، لكن ما بالك لما يكون جمهور النادي الاهلي يعني. فنتمنى ننتظر الموافقات الامنيه، وطبعا كل الاحترام للقرارات الامنيه، هم ادرى بكل شيء يعني. طيب خلينا كمان، اعتقد ملعب الاهلي والسلام 25,000 متفرج او 30,000 الرينج بتاع الحضور يعني، فان شاء الله نتمنى يكون في موافقه بكده. نروح لكره بلس برضه، حسام على تويتر بيقول لك عاجل كاف يعلن حكم مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري، وبيقولوا ان خلاص بشكل رسمي الزامبي جاني سيكازوي حكم للساحه، وجيرسون اميليانو دوس سانتوس حكم مساعد اول، وارسينيو تشادريك حكم مساعد ثاني، واودريك نكول حكما رابعا. ده في مباراة الإياب بالتحديد يا جماعة، اللي هي المباراة اللي هتكون بإذن الله على استاد الأهلي والسلام، وده اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. طيب تعال نروح ليلا كورة، حسام على تويتر وبيقول لك مصدر ليلا كورة يكشف موعد بيرسي تاو أو موقف بيرسي تاو من مباراتي الاتحاد المنستيري. بيرسي تاو ماشي بشكل كويس جدا في المرحلة النهائية من التأهيل بعد شفائه من الإصابة في العضلة الأمامية. المؤكد انه مش هيلحق المباراه الاولى اللي هي المباراه اللي هتكون في تونس، ممكن يلحق المباراه الثانيه، بس مش هيكون في تعجل باشراك بيرسي تاو، خصوصا ان هو لسه راجع من الاصابه، ففي يعني تريث وتمهل كبير قوي في التوقيت اللي من خلاله يشارك بيرسي تاو في المباريات. لكن الراجل كولر بصراحه متابع حاله بيرسي تاو بشكل يعني دائم، ومهتم جدا بعوده اللاعب، وعارف امكانياته بشكل كويس، وتابع ماتشات ليه كتير جدا، فمقتنع بيه بالمناسبه. دي جزئية مهمة لازم جمهور الأهلي يكون عارفها، فبالتالي منتظرين بيرسي تاو إن شاء الله بشكل مغاير تماما في الموسم الجديد بعد اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بنسبة 100% بإذن الله تعالى. طيب نروح للوطن الرياضي، وحسام على فيسبوك بيقول لك مارسيل كولر يرفض رحيل 3 لاعبين عن الأهلي أبرزهم حسام حسن. ويمكن حسام حسن كان كلام كتير عليه الفتره اللي فاتت، بس حسام خلاص يا جماعه مكمل مع النادي الاهلي، مفيش اي تفكير برحيل اللاعب، وكولر برده مقتنع بيه، وشارك حسام حسن في 3 ماتشات وديه مع الفريق، جاب هدفين، ودي بدايه كويسه في مرحله الاعداد. يمكن هنا كمان بيتكلموا عن محمد محمود ومحمود متولي، الثلاثي مكمل ومفيش اي مشكله بالنسبه لهم خالص، وتم قيدهم في قائمتي المحليه وايضا الافريقيه، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد. طيب اخر خبر معانا في ترند الاهلي قبل ما نروح للفاصل، وده حساب بطولات على فيسبوك، وبالتحديد بيتكلموا على تصريحات لرامون فيجا لاعب توتنهام هوتسبير السابق ولاعب منتخب سويسرا، واللي اتكلم على ان مارسيل كولر محظوظ بتدريب النادي الاهلي، وقال لك كولر مختلف تماما عن مواطنه كريستين جروس، فهو مدرب تكتيكي وقادر على تحقيق نجاحات افضل مع النادي الاهلي. يعني المؤشرات كلها ايجابيه بصراحه ناحيه كولر، الاهم دايما الملعب،
الاهم دايما النتائج في المباريات الرسميه، الاهم دايما الاداء، النتيجه اهم من الاداء، بس جمهور الاهلي نفسه يشوف الفرقه بشكل كويس. العوامل كلها مهيئه للاهلي في الموسم الجديد انه يظهر بالشكل المطلوب باذن الله تعالى، تبهل بس على الجهاز الفني على اللعيبه، ان شاء الله باذن الله نوصل للشكل اللي احنا بنتمنى نشوف عليه النادي الاهلي. طيب ده كان ترند الاهلي، خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نتكلم في الترند العالمي شويه، لان كمان عندنا يعني سكايب ومداخله مهمه جدا مع محلل الاداء محمود شاكر او خبير التحليلي، ونتكلم معاه في بعض الجزئيات اللي بتخص مباراه السيتي واليونايتد النهارده في الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، خليني اروح لمداخله مهمه جدا عبر سكايب مع المحلل الفني محمود شاكر، ونتكلم معاه في مباراه اليوم ما بين مانشستر سيتي واليونايتد، وبالتحديد كمان عن ليفربول واللي شفناه امبارح بعد التعادل الايجابي مع برايتون بنتيجه 3-3. محمود مساء الخير. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل حته وفي كل مكان، وكالعاده وكالعاده اكيد ببقى مبسوط وانا معاك في الترند. منورنا محمود يا راجل، حد ما يكابتنش هالاند يا راجل، حد يعمل كده؟ ضيعت نفسك. انا قلت اعمل فيها فيلسوف واجيب ديفرنشال وهاري كين وبتاع، ورحت في داهيه في الفانتس خلاص. طيب خلينا نتكلم عن المباراه النهارده، رايك فيها ايه؟ نتيجه كبيره جدا 6-3 لصالح مانشستر سيتي، والخارق هالاند اللي في الحقيقة يعني ثالث هاتريك ليه هذا الموسم في 8 مباريات فقط. ده حقيقة أمير، مباراة مانشستر سيتي تفوق فيها بشكل كاسح على مانشستر يونايتد 6-3، ولولا التهاون شوية اللي في الآخر من بيب جوارديولا وتفكيره في مباراة التشامبيونز ليج، فعمل تبديلات كتيرة ولاعب لعيبة كتيرة لسه كانت جاية في الميركاتو، ولاعيبة صغيرة في السن الشباب، وبرضه كنا شفنا ستونز لسه راجع من الإصابة فكان بيديله، فمانشستر يونايتد قدر يحرز هدفين في آخر الدقايق عشان النتيجة تبقى 6-3 بعد ما كانت 6-1. مباراة يا أمير تفوق فيها بشكل منقطع النظير جوارديولا على تين هاج اللي أدار المباراة بصورة سيئة جدا 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 جدا، ووضح تأثير مانشستر يونايتد اللي كان ماشي بشكل كويس جدا لغاية التوقف الدوري، ولكن بعد التوقف الدوري زي ما يكون اللعيبة همدت أو الروح اللي هما كانوا ماشيين بيها حصل ليها انقطاع، فده اللي أدى لأداء مانشستر يونايتد الهزيل النهارده. لو هنتكلم فنيا شوية يا أمير، أقدر أقول لك إن برغم إن مانشستر سيتي ابتدى المباراه بالاثنين ستوبر او الاثنين سنتر باك، الاثنين مدافعين مش الاساسيين، لعب باكانجي ولعب باكي، والاثنين طبعا مش زي ستونز ومش زي لابورت او دياز، ولكن كانوا الى حد ما كويسين، وقدر مانشستر يونايتد ما قدرش ان هو يستغل الحاله دي. مانشستر يونايتد على الناحيه الثانيه ابتدى بطريقته زي ما هي، التشكيله الثابته بتاعته زي ما هي، وعن طريق الثنائيه بتاعه ان هو بيلاعب او بيثبت سكوت ماكتوميناي رقم 6، وبيلاعب إريكسون بيبقى عنده الحريه شويه قدام منطقه الجزاء ان هو يطلع بالكوره مع برونو فرنانديز، ولكن ما شفناش اي حاجه من الحاجات دي خالص. مانشستر يونايتد يا امير لا عمل كومباكت ولا عمل هاي لاين، كان في ازمه كبيره جدا في نص الملعب، وانا لغايه دلوقتي مستغرب ازاي كازيميرو ما يديش. ما هو ده السؤال يا محمود، يعني انت دلوقتي رايحين جايبين لعيب تقيل قوي زي كازيميرو من ريال مدريد بمبلغ كبير وبتاع، وانت محتاجه في نص الملعب، وبتلعب برضه بماكتوميناي، وخصوصا لما تكون مباراه صعبه زي دي قدام مانشستر سيتي، ايه التفسير اللي يخلي إريك تين هاج ان هو ما يدفعش بكاسيميرو بشكل اساسي لحد دلوقتي يعني؟ والله يا ميرو قبل التوقف الدولي كانوا بيسالوه بيقولوا له على كازيميرو، ازاي كازيميرو جاي ولسه لغايه دلوقتي ما ابتداش؟ الراجل كلمهم قال لهم هو لسه هياخد والوقت لسه قدامه موجود. ده لعيب كبير يا جماعه يعني، مش لعيب صغير يعني. احسن لعيب رقم 6 في العالم طبعا، قاطع للكرات، قاطع للهجمات، مفسد كل الهجمات اللي بتيجي دايما على ريال مدريد، لما شفناه كان لعيب في التوب فورم طول عمره، مستواه على طول كان دايما ثابت، وزي ما بقول لك راجل تين هاج كان بيقول لك اصل سكوت ماكتوميناي بيقوم باقوى فورمه في حياته، فاحنا سكوت ماكتوميناي برده بيقوم بدور كويس، ولكن مباراه زي النهارده قدام مانشستر سيتي محتاجه لعيب زي كازيميرو. المشكله كلها انت النهارده لو ينفع تلعب بالاثنين العب، يعني انت لو ينفع تلعب ماكتوميناي وكازيميرو العب. طبعا انا ما عنديش مانع ان انا ممكن العب بكازيميرو وماكتوميناي اثنين رقم 6، ولاعب برونو فرنانديز بس، واقعد اريكسن واستفيد باريكسن في الشوط الثاني، لان انت عارف يا امير ان اكيد الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تضرب بيها مانشستر سيتي اللي بيلعب بكل خطوطه قدام وبيقابل من نص الملعب والكلام ده كله هو الكونتر اتاك والترانزيشنز والتحولات السريعه جدا جدا جدا، ولكن ده ما شفناهوش مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كل ما يطلع يا امير يحاول يطلع بالكوره ويزق قدام شويه، مجرد ما الكوره بتتقطع بيحصل التحول من مانشستر
مانشستر سيتي نص الملعب بيكون فاضي بشكل كبير جدا جدا. بنشوف فودن جاي من اقصى اليمين لاقصى الشمال عشان ياخد الكره بالعرض من 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 من, من الجبهه الثانيه، بيحط جونين بنفس الطريقه. شايفين برده كلنا شفنا ان مانشستر سيتي دايما الكره اللي بيلعبها مع هالاند، ان دي بروين مجرد ما بيستلم الكره بيبص على هالاند، هالاند بيجري على البعيده عشان يلعب له كره على البعيده. نفس الكلام برده حصلت النهارده، كان في سوء اداء في نص ملعب مانشستر يونايتد مش طبيعي، خصوصا لما مانشستر بيحاول يطلع بالكوره مجرد ما تطلع منه في التلت بتاع مانشستر سيتي ما بيقدروش يجاروا. حاجه تانية يا امير، اول شوطه شاطها مانشستر يونايتد في المباراه كانت في الدقيقه 38، فده يوضح لك الشكل السيء الكبير قوي اللي كان عليه النهارده مانشستر يونايتد. واعتقد مانشستر سيتي مفيش حد هيقدر يوقفه، يعني انا منتظر في الشامبيونز ليج لو مانشستر سيتي لعب البي اس جي باريس سان جيرمان المباراه هتبقى عامله ازاي. مانشستر طبعا، وهالاند يا امير جاي الفرقه يعني اكتر فرق بتحقق فرص قدام ال 18، واكتر فرق بيبقى عندها بتبقى على طول ضغط، اكتر فرق مفيش الراجل قدام الجون يا امير ما بيهزرش، سريع جدا جدا بيسبق اي حد، شورت سبرنت لونج سبرنت. النهارده كمان بيتقمص دور دي بروين في الجون اللي ادى لفودن، لاعب ثرو باس من ناحيه الشمال لاعب حاجات دي بروين بالظبط. فهالاند مع مانشستر سيتي بوظ الكوره بصراحه، ما بقاش في تكافؤ فرص في الحقيقه يعني. ده طب انا عايز اسالك سؤال يا محمود، دلوقتي بعد الماتش ده هيتم الاشاده بجوارديولا ولا هيتم الاشاده بإيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بعد النتيجه دي، بما انه جاب 3 اهداف في مانشستر سيتي على غرار ما حدث هنا يعني ما بين الاهلي والزمالك، وبعد ما موسيماني كسب 5-3 الناس قالت لك لا ازاي يستقبل 3 اهداف. الاهلي كسب جول، والاهلي كسب شوط، والزمالك كسب شوط، وفرق جونين وبتاع وكلام من ده. لا طبعا الكارثه كلها كانت من تين هاج في ادارته للمباراه، في التشكيل اللي ابتدى بيه، في التوتر الكبير جدا جدا اللي كانت موجوده عليه لعيبته، وهو مسؤول عليه مسؤوليه كامله. مش جاي انا بعد ما يدخل فيها 6 اهداف وانزل يعني والفريق الثاني يبدا يريح عشان عنده في تشامبيونز ليج مباراه كمان 3 ايام، وانا اجيب جونين منهم يعني جونين فيهم استهتار بشكل كبير جدا من دفاع السيتي، يبقى ان انا اشيد بتين هاج. تين هاج يتحمل المسؤوليه تحمل كامل مش زي عندنا. ليه ما الراجل جاب 3 اهداف يعني عادي، ايه المشكله؟ لا طيب خلينا هنا برضو سيبنا سوري يعني قبل ما اقطعك، احنا هنا سيبنا كل حاجه وسيبنا ان موسيماني ازاي ما جابش اكتر من 5 تجوان، ازاي ما جابش 6 و7 و8، ده مدرب وحش حاجه صعبه جدا، واحد طبعا بيشوف حاجات غريبه يعني. طيب في كل الاحوال تعالى نتكلم شويه على صلاح وليفربول، لان الوضع بقى سيء جدا في ليفربول على مستوى الاداء، وسواء على الجانب الدفاعي او حتى الجانب الهجومي. صلاح بعيد تماما، ممكن يكون ده بسبب الشكل اللي بيلعب بيه ليفربول هذا الموسم. يعني بتقيم ازاي ليفربول لحد دلوقتي، وبتشوف ايه اسباب الوضع اللي هم فيه؟ والله امير كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان المشكله في توظيف محمد صلاح الجديد، ان الراجل بعد ما كان بيتخدم عليه راجل هو اللي بيخدم على الناس، والراجل هو اللي بينزل يستلم الكره ويلعب الناس، وقلنا ان محمد صلاح مش مسؤول عن الفرص القليله اللي بتجيله، مش مسؤول عن الضغط اللي هو موجود عليه، وان البريس كله بيبقى عليه بسبب عدم وجود ساديو ماني. ولكن بصراحه امير امبارح كلنا عارفين ان محمد صلاح لعيب بروفيشنال جدا طبعا. جدا لعيب اكيد بيتمرن كويس، اكيد بياكل كويس، اكيد بينام كويس، بيفصل كويس جدا جدا جدا. وكنا بنقول ان محمد صلاح السنه اللي فاتت تعرض لمشكلات كثيره او سوء مستوى، كنا بنقول بسبب حاجتين، ان الراجل كانت نفسيته مش احسن حاجه بعد تصفيات كاس العالم او بعد نهائي كاس الامم الافريقيه، وبعد كده بعد ما القصه دي خلصت وخلاص وعدى وقت كبير قلنا مشكله التجديد وعاوز ياخد فلوس كثيره والكلام ده كله، ولكن كل الظروف دي خلصت والتجديد تم وخد الفلوس اللي هو عاوزها. ولكن امبارح انا بشوف محمد صلاح في ازمه في مستواه، مش معنى ان هو وزنه زايد او لا، ولكن امبارح في كذا كوره جات له امير، محمد صلاح في الكور اللي زي دي ما بيضيعهاش، في كوره خدها في ذات حدود 18 وقطع لبره بيعملها على طول ار2 راحت في المدرجات. واضح ان في مشكله، وواضح ان سوء مستوى ليفربول مأثر بشكل كبير جدا على ليفربول. غير كده كمان يورجن كلوب بيعمل حاجات غريبه انا لغايه دلوقتي مش فاهمها. لويس دياز هو افضل لعيب موجود في ليفربول الفتره اللي فاتت كلها، امبارح بيقعد لويس دياز وبيبتدي بكارفالو، وكارفالو ما عملش اي حاجه. وعاوز اقول لك دايما يا امير المشكله الكبيره اللي عند ليفربول هي ان الثلاثه بتوع نص الملعب مش بنفس قوه السنه اللي فاتت بالزبط. ومش ثابتين، يعني هو ما بيلعبش بفابينيو، ما بيلعبش بكي وهندرسون، وبيلعب بتياجو الكانتارا. امبارح شفنا هندرسون وتياجو الكانتارا وكارفالو، ففي في في مشاكل كثيره في الضغط بتاع ليفربول اللي كان بيتميز فيه ان هم بيعملوا الضغط العكسي فبيسترجعوا الكوره في اقل عدد من الثواني،
ولكن الكلام ده ما بقاش يحصل خالص مع ليفربول، ده بسبب سوء الاداء بتاع نص الملعب، زائد ان ساديو ماني الريتم بتاعه كان شبه ريتم محمد صلاح شويه في التحولات، وهو السرعه وسرعه العدوى على الاطراف، ولكن لويس دياز من اللعيبه اللي بتحب تاخد الكره تحت رجليها وتحب تلف وتدور وتعدي واحد على واحد والكلام ده كله، فاكيد ده مأثر على الريتم وعلى السيمتريه اللي موجوده في الثلاثي الامامي. اكيد نتمنى التوفيق ليفربول ومحمد صلاح فيما هو قادم باذن الله. يا محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كالعاده يعني. حبيبي امير وبقى كابتن هالاند بعد كده. شكرا ليك. نشكر محمود شاكر طبعا المحلل الفني اللي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه عن بعض الامور العالميه بالتحديد وبالتحديد الدوري الانجليزي، مباراه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد النهارده، وكمان مباراه ليفربول امبارح مع برايتون انتهت بالتعادل الايجابي 3-3. للاسف الشديد يعني صلاح بعيد شويه عن مستواه، اكيد سوء حال فريق ليفربول، الجانب الفني عندهم الدنيا مش متظبطه ومش في احسن حاجه، فبالتالي ممكن ده اللي يكون مأثر على صلاح بشكل او باخر، لكن في كل الاحوال ان شاء الله القادم يكون افضل ليفربول، واحنا دايما نتمنى الافضل ليفربول عشان خاطر نجمنا العالمي محمد صلاح يكون في افضل حال ودايما ينافس على الجوائز سواء الجماعيه او حتى الفرديه، لان ده كله بيعود على مصر بشكل ايجابي جدا، ان احنا يكون عندنا اسطوره زي دي لازم نحافظ عليها بشكل كبير، ان شاء الله الفتره الجايه يكون موفق بشكل اكبر. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل بعض الاخبار المهمه، استنونا. طيب خلينا ناخد الترند المحلي وابرز الاخبار المحليه، ونبتدي بحساب كوره 11 على فيسبوك، واللي بيقولوا ان او تصريحات للحاج عامر حسين، ويقول لك رابطه الانديه والشركه الراعيه سيحددان موعد قرعه الدوري الجديد، واقرب موعد هيكون يوم 7 او 8 اكتوبر، وبرده من ضمن تصريحاته ان القرعه هتكون غير موجهه، يعني من الوارد ان انت تشوف الاهلي والزمالك بيقابلوا بعض في اي جوله من الجولات، فهنشوف نتائج القرعه دي ونشوف الموعد النهائي ليها كمان بالتحديد. لسه عن تصريحات الحاج عامر حسين، وده من خلال بطولاته وحسابه الرسمي على فيسبوك، وبيقولوا من مصلحه او تصريحاته يعني من مصلحه الانديه اقامه مباريات الدوري خلال خوض منافسات كاس العالم، وهذا الامر داخلي ليس لفيفا شان به، لو ما كانش الفيفا ليهم دعوه بالموضوع ده ما كناش بعتنا خطاب رسمي، يعني الاتحاد المصري بعت خطاب رسمي للاتحاد الدولي بيطلب منه انه يلعب ماتشات الدوري اثناء اقامه كاس العالم في قطر يعني. واذا تم تطبيق هذا الامر سيكون في مصلحه الانديه ورابطه الانديه، وستتخذ قرارها ورابطه الانديه ستتخذ قرارها خلال ايام. نتمنى عادي ان الدوري يتلعب في كل الاحوال يعني، مفيش مشكله يعني. طبعا كل نادي بيبقى ليه وجهه نظر، لكن المصلحه العامه هي الاهم يعني. كرة بلس حسام على تويتر لسه برضو مع تصريحات الحاج عامر حسين، واللي بيكشف تطورات المباريات الوديه تحت قياده روي فيتوريا، قال ان هيكون في معسكر هيبتدي يوم 14 نوفمبر اللي هيتخلله مباراه وديه بالمحترفين اللي هتكون مع بلجيكا، وفي مباراه اخرى هتكون مع الكويت بنسبه كبيره بس باللاعبين المحليين فقط، فخلينا نشوف ايه اللي هيتم الاستقرار عليه خلال الفتره اللي جايه. وقال كمان ان فيتوريا بيطلب قبل اي معسكر ان يكون في 4 ايام تجمع اللاعبين عشان يبقى فيه نوع من انواع الانسجام والتقارب. طيب خلينا نروح للترند العالمي، لان لسه برضو معانا بعض الاخبار العالميه ونشوف اهمها ايه، واكيد برضو الحديث هيفضل مستمر عن مباراه اليوم، وده من خلال حساب سكواكا على تويتر، هو اللي بيقولوا ان ألاند طبعا إيرلينج ألاند هو أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ممتاز يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في 3 مباريات، يعني هو يجيب هاتريك في 3 مباريات في الموسم من ساعة ما الموسم ابتدى، في 8 مباريات كمان بس من انطلاق الدوري الإنجليزي، حاجة أسطورية يعني، حاجة مش طبيعية بصراحة. خلينا كمان نروح لحساب يلا كورة وتصريحات لفيرنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، واللي بيقول ان ناصر الخليفي قال ان ريال مدريد يضغط لانشاء السوبر ليج خوفا من المنافسه، ربما يجب ان نذكره من هو ريال مدريد النادي الاكثر نجاحا في التاريخ، هيفضل الموضوع يعني محل نقاش كبير جدا موضوع السوبر ليج في اوروبا تحديدا. طيب تعليقات حضراتكم ورسائلكم لي طبعا افضل حارس وافضل لاعب داخل افريقيا هو محمد الشناوي، نبتدي بنورة سليم اللي قالت السد العالي نمبر 1، ده عن محمد الشناوي، واحمد سيد قال الشناوي اسد افريقيا وملك غاباتها. ماشي نروح كمان لمحمد عبد المعطي قال انت الافضل في القاره الافريقيه، ننتظر منك المنافسه على الافضل في العالم بالتوفيق يا شنو، دعم جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى مهم جدا. نوجا كمان قالت قائد بمعنى الكلمه، يستحق شاره قياده الاهلي عن جداره مش مجرد حارس. ك
كلام جميل. نروح كمان لهبه سيد اللي قالت بالتوفيق لحضرتك استاذ امير هشام. شكرا يا هبه. والشناوي هو السد العالي القائد للفريق. يعني كلها رسائل مهمه جدا لافضل لاعب داخل قاره افريقيا محمد الشناوي. ان شاء الله باذن الله كمان كما هو المعتاد ان احنا نشوف مستواه في افضل حال ويكون قائد للفرقه بشكل جيد كالعاده، وايضا يحقق القاب وانجازات كتيره قوي باذن الله تعالى في الموسم الجديد، يعوض جمهور الاهلي عن الموسم المنقضي اللي كان فيه بعض الاخفاقات او عدم التوفيق اللي كان محل فرقه النادي الاهلي. دي كانت تعليقات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.